حققت أسعار النفط مكاسب متواضعة في التعاملات المبكرة، لكنها تتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تبحث السوق عن مزيد من المؤشرات على انتعاش قوي للطلب على الوقود في الصين لتعويض أثر الركود الذي يلوح في الأفق في اقتصادات رئيسية أخرى. ومنذ بداية الأسبوع انخفض خام برنت 4.8% بعد خسارة بلغت 1.1% في الأسبوع السابق، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 4.5% بعد هبوطه 2% في الأسبوع السابق.